سمع استاء تعليمات استأريح في إطار التعاون والشراكة بين مؤسستي الدرك الوطني ومؤسسة الأمن الوطني، ارتأت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنا بالتنسيق مع أمن ولاية باتنا وفي إطار المداهمات من أجل مجابهة شتى الجرائم اللي معروفة عنا في ولاية باتنا. العمل تاعنا يكون بمهنية واحترافية، تكريس حرية الأشخاص وتنفيذا للإجراءات ما تكون طبقا للقانون. وفي إطار التنسيق المحكم بين جهاز الدرك الوطني وكذا مؤسسة الأمن الوطني، نحن الآن بصدد القيام بمداهمة على مستوى إقليم ولاية باتنا. الهدف من هذه المداهمة هو القيام بزرع الطمأنينة والسكينة لدى ساكنة ولاية باتنا. جميع استاءت باتجاه العربات سريعا سر.